لقرارات رئاسة الحكومة الصادرة اليوم والمتضمنات لجملة من الإجراءات الرامية إلى التصدي لجائحة كورونا، أعلنت وزارة التربية اليوم عن تعليق الدروس بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة الراجعة لها بالنظر بداية من 28 من أكتوبر الحالي إلى غاية 8 من نوفمبر القادم. كما أفادت الوزارة أن هذه العطلة ستخصص لتعقيم كافة المؤسسات التربوية مع في الدروس يوم 9 من نوفمبر القادم. من جهتها أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن تعليق الدروس الحضورية بمؤسسات التعليم العالي وتأمين التواصل البيداغوجي عن بعد لمدة أسبوعين بداية من 2 من نوفمبر القادم، مشيرة إلى إمكانية الإبقاء على الرسنامة البيداغوجية المعتمدة حاليا إلى يوم 31 من أكتوبر الحالي. كما أكدت الوزارة استمرار العمل في جميع المؤسسات الجامعية والمبيتات والمطاعم الجامعية وتوفير فضاءات خاصة للطلبة داخل المؤسسات الجامعية، وذلك لفائدة الطلبة الذين ليس باستطاعتهم النفاذ إلى مضامين التواصل البيداغوجي عن بعد. كما قررت الوزارة تثبيت مواعيد انتخاب الهياكل العلمية والبيداغوجية في موعدها. وفي بلاغ لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني اليوم، أعلنت أيضا عن تعليق التكوين بكافة المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة بداية من يوم أمس وإلى غاية يوم الأحد 8 من نوفمبر القادم. كما أفادت الوزارة أن هذه العطلة ستخصص لتعقيم كافة المؤسسات التكوينية مؤكدة استئناف التكوين في 9 من نوفمبر القادم. فيما أعلنت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن عن مواصلة سير عمل مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة وتقديم خدماتها بصفة عادية لفائدة الأطفال والأسر باعتبارها مرفقا عموميا يقدم خدمات جوار ضرورية. وتهب الوزارة بكل القائمين على مؤسسات الطفولة والإطارات والأعوان المشرفين على تأطير الأطفال إلى مواصلة مجهوداتهم في الحرص على تطبيق البروتوكولات الصحية التي تم إقرارها في القطاع.